عملت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خلال أيام عيد الفطر المبارك على قدم وساق لضمان انسيابية حركة المسافرين عبر الجسر، وذلك بالعمل بالطاقة التشغيلية القصوى لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المسافرين والتفاعل السريع معها خلال أوقات الذروة، وصولا إلى تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة. وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عماد المحيسن، الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد. بعد التحية مهندس عماد، هل لك أن تحدثنا عن الاستعدادات في استقبال المسافرين القادمين والمغادرين لمملكة البحرين خلال أيام عيد الفطر المبارك؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر القناة الأولى لتلفزيون مملكة البحرين على هذه الاستضافة، وأبارك في جميع المشاهدين دخول عيد الفطر المبارك. يعتبر جسر الملك فهد أحد وأهم أنشط المنافذ البرية على مستوى العالم. استعدادات شركاء النجاح من الإدارات العامة في المملكتين مستمرة طوال العام، وترتفع هذه الوتيرة في وتيرة الاستعدادات في نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية في المملكتين. خلال العيد هذا تم بالتحديد تم عقد اجتماع تنسيقي في الأسبوع الأخير من رمضان، ضم جميع الجهات العاملة في المملكتين، ونعتبر أنفسنا في الجسر أسرة واحدة. تم في هذا الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال المسافرين خلال هذه الإجازة، والمتوقع طبعا ارتفاع عددهم بصورة كبيرة وبزيادة عن السنوات الماضية. نعم، بالنسبة لهذا الارتفاع كما تحدثت الآن، بالنسبة لجسر الملك فهد والأرقام القياسية غير المسبوقة، أكيد ذلك انعكس إيجابا على مؤشر الحركة السياحية في البحرين. وددنا لو تسلطون الضوء على تلك الأرقام، متوسط أعداد عابري الجسر ومتوسط زمن عبورهم خلال هذا العام. طبعا سد الجسر خلال عام 2019 تحقيق حوالي 24 رقم قياسي في أرقام المسافرين منذ الافتتاح. وحتى أعطي مثال على ذلك، تم تسجيل في الفترة التي سبقت شهر رمضان عدد 600 ألف مسافر في 5 أيام فقط. نعم. وبمعدل يومي يصل حوالي إلى 120 ألف مسافر يوميا، وسجلنا أيضا في نفس الفترة حوالي 250,000 مسافر في يومين فقط. وخلال طبعا سجلت إحصائيات خلال الثلث الأول من هذا العام زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بحدود 8%. نعم. وبمعدل يومي أصبح المعدل اليومي عندنا خلال في بداية 2019 اقتربنا من 80,000 مسافر يوميا. نتوقع خلال هذا العام ان شاء الله ان نقترب من تحقيق عدد 30 مليون مسافر في عام 2019. نعم. وهذا طبعا هذا يضع منفذ الجسر ضمن مصاف الترتيب الخامس كأعلى كثافة في الحركة على مستوى العالم. طبعا احب اشيد لا انسى طبعا جهود المبذولة من جميع الادارات في المملكتين، رغم التحديات الكبيرة والتي ساهمت في تقليل زمن العبور خلال الفترة القريبة. جهود الإدارات المعنية في المملكتين ساهمت كثير في تقليل زمن العبور خلال الفترة. نعم. رغم الأعداد المتزايدة ومحدودية المساحات المتاحة لمناطق الإجراءات. طبعا لا شك أن زيادة الأعداد تنعكس إيجابا على تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، وتزيد في عجلة التنمية والترابط الاجتماعي والاقتصادي. نعم. بين المملكتين الشقيقتين. نعم مهندس عماد، هذا بالنسبة للأرقام القياسية. ماذا عن المبادرات المقدمة لتحسين المستوى للخدمات في جسر الملك فهد؟ المؤسسة أطلقت عديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، فبالإضافة إلى كونها مكون أساسي لدعم جميع الإدارات العاملة بالجسر في كلا المملكتين لتؤدي أعمالها بالشكل وبالصورة المطلوبة، المؤسسة أيضا تقوم بتقديم الكثير من المبادرات ودعمها. حتى أعطي مثال، المؤسسة تقوم بتقديم خدمة مجانية المساعدة على الطريق على مدار الساعة للسيارات المتعطلة، وأيضا أطلقت المؤسسة خدمة التطبيق الهاتفي لتزويد المسافرين بالمعلومات الآنية عن الحركة مع تصوير حي لمناطق الإجراءات عبر التطبيق الهاتفي. أيضا المؤسسة تقوم بتوزيع الهدايا طبعا والحلويات على المسافرين خلال المناسبات والأعياد في كلا المملكتين، كما تشارك المؤسسة في الأعياد والمناسبات الوطنية ودعم الفعاليات في أي من المملكتين. أيضا تقوم المؤسسة بالإسهام بدعم الجمعيات الاجتماعية والخيرية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات المتخصصة، كما استضافت المؤسسة الكثير من الفعاليات ودعم الجهات القائمة عليها، مثال استضافة أبناء الشهداء والأيتام في كلا المملكتين وتكريمهم. أيضا ساهمت المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختلفة بتقديم حوالي 26,000
وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان الماضي. نعم. طبعا إضافة إلى هذه الإسهامات، هنا المؤسسة تقوم بإسهامات كثيرة طبعا تدعم هذا التوجه حتى تكون أحد الجهات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. نعم بلا شك المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، شكرا جزيلا لك.